النهارده هنشوف مع بعض اشهر فندق في اسكندريه. بس قبل ما نكمل الفيديو خلينا نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك. اول ما نخش على يمينك في الحمام، تعال نشوف الحمام عامل ازاي. الحمام طبعا باين عليه ان هو فخم، يعني تحس ان الحمام الفخامه بتتكلم عن نفسها. كل الامينيتيز اللي جوه الحمام طبعا مكتوب عليها توليب، يعني عندك الشامبو، شاور جيل، عده حلاقه، فرشه سنان، معجون سنان، وده كومب يعني حاطط لك جوه الحمام مش تجهيزات بقى خمس نجوم. ده مفيد ليا جدا طبعا، فتجهيزات ظريفه يعني، ده تجهيزات الخمس نجوم اللي احنا ايه واخدين عليها بقى الشياكه في التجهيزات. طبعا في هنا اتنين تويليت، ده السشوار دوت تستخدمه بقى ازاي؟ استخدمه كده كده احنا جاهزين. طبعا برضو في مرايه بتقرب لك الدنيا، المفروض كانت تترفع شويه لان انا لازم اوطي كده، يعني المفروض دي مرايه بتقرب لك التفاصيل شويه، يعني ظريفه صراحه. يلا بقى مع بعض نشوف بقيه الغرفه. طبعا ما فيش شك تماما ان انت اول ما بتخش راحه نفسيه، بس اول ما تخش غرفه الوان مع الفخامه بتاعت المكان بتريح لك الدنيا. وطبعا ما انساش الفيو، بس هنسيبه بعد شويه. طبعا هو حاطط لك برضو حاجه ظريفه هنا، ان انت تقدر تطلب اي حاجه، يعني تقدر تعمل سكان للكيو ار كود وتطلب اللي انت عايزه، حاجه ظريفه جدا. غير بقى ان احنا داخلين ادونا الورقه ديت اللي فيها اليوزر نيم وباسورد بتاع النت، كمان المطاعم اللي عندهم، اسم المطاعم اللي انت عايز تطلب منها، تعمل سكان للكيو ار كود بتاعها وتطلب اللي انت عايزه، يعني مش مجرد بس مطعم واحد، عندك اكتر من اختيار. شيء ظريف طبعا برضو حلو جدا ان السراير كبيره، يعني دي حاجه انا بحبها صراحه، السراير التوين بتبقى كبيره، ده بيخلي نومك مرتاح اكتر وبيخليك قاعد مرتاح اكتر والدنيا ظريفه. طبعا الشاشه 32 بوصه براند توشيبا، فشاشه محترمه جدا، وحاطط لك الريموت دوت، مهتمين بالترفيه شويه يعني. تعال نشوف الميني بار. الميني بار اصغر من اللازم شويه، انا حسيت ان الميني بار المفروض يكون اكبر من كده، ولكن صغير قوي، تحس ان هو حجمه يعني متواضع قوي. حتى المكان بتاعه المكان كبير عليه شويه. طبعا في هنا زيتين ميه وكل عده بقى الشاي والنسكافيه والكلام ده، وصراحه المجات بتاعتهم لما خفيف، يعني مجات مكتوب عليها براند توليب، شيك جدا صراحه يعني عجباني. هقول لك برده اكتر من نوع للسكر، سكر ابيض وسكر بني، يعني عشان الناس اللي بتحب الدايت شويه، اللي هو كل اختيارات متاحه. كاتل طبعا، يعني كل عده الشاي كلها موجوده، وبرده الكوبايات بتاعه الميه دمها خفيف قوي يعني. بص كوبايه شكلها حلو عجباني صراحه. سرير شكله مريح، يعني ايه السرير كده من قبل ما اجرب، يعني بالظبط كده هو ده الشعور بالراحه والفخامه. كل بقى دي كده على جنب وجرب المخده، هدي بقى التكييف شويه كده ونطفي النور ونريح لنا كده ايه ساعه قبل الفطار. تعال نشوف ايه اللي موجود جوه الدولاب. طبعا اساسي عندك الخزنه لو معاك فلوس او حاجه عايز تشيلها، وفي الخزنه بتاعتك وتقفل وكده انت في السليم. طبعا ده كيس اللوندري لو انت عندك حاجه عايز تغسل او كده فبتحطها طبعا وتسلمها لهم، وبرده حاطط لك هو ليست الاسعار، الحاجه بجنبها السعر بتاعها، بحيث ان انت تبقى عارف ان انت هتبعته ده هيكلفك قد ايه. هنا في جوه الدولاب برده لحاف اضافي عشان لو الدنيا بردت عليك شويه بالليل. في مكوى والله بص الصراحه لو في الاوبشن ده انا هكون سعيد اكتر. هنا عندك مخده زياده وطبعا شماعات جوه الدولاب. دولاب ظريف يعني فيه كل حاجه تقريبا، للاسف فيش مكوى. عندك طبعا بقى القعده الظريفه ديت، قاعد قدام الفيو الرائع بتاع اسكندريه، قاعد شايف البحر قدامك، مستمتع بقى بكوبايه الشاي اللي انت لسه عاملها من شويه ومع التكييف، وفي نفس الوقت مستمتع بالبحر. او لو انت عايز تستمتع بمنظر البانوراما الرائع ده، تستمتع ببحر اسكندريه وتشوف الفيو الخيالي ده، القعده هنا ما تفوتش. المفروض بقى ان احنا دلوقتي نازلين على المطعم نجرب الاكل. احنا بنصور في رمضان فمفيش فطار الصبح، ولكن في سحور، فهتاكل نفس الحاجه اللي هتتقدم في الفطار في اي حجز يوم عادي، هتبقى نفس اللي بتقدم في السحور. خلينا نشوف مع بعض، يلا بينا على المطعم. المطعم بقى زحمه جدا، الناس كلها قاعده وصوت عالي، وكمان في فقرات كل شويه، فقررنا بقى ان احنا ناخد الاكل ونطلع على فوق. الحاجه اللي احنا مش هنقدر ناخدها بقى هو العصير، يعني في عصير حلو صراحه، عصير اناناس، عصير برتقال فريش، طعمه جامد والله، لكن للاسف مش هنقدر ناخده فوق، فناخد بقيه الاكل بقى ونطلع على فوق. هذا بقى شنطه الاكل، جبنا كده شنطه تيك اواي عشان خاطر ناكل فوق. شكرا على الراجل اللطيف، شنطه السحور اللي جبنا فيها ايه كل حاجه من تحت بقى. اول علبه دي فيها الاومليت، العلبه الثانيه فيها الحلو، دي هتركب معانا شويه، دي فيها الجبن كله اتحط على بعضه، بس مش مشكله. ده فروت سلطه برضو ايه هنركنه شويه على جنب، حلو جدا. ده شويه ليمون عشان ايه تظبط الدنيا معانا. نجرب مع بعض الفول. فول التحويجه بتاعته بسيطه، تحس ان هو خفيف على المعده، ما فيهوش لعب كتير، يعني فول بسيط خالص، هي بس التوابل اللي احنا حطيناها عليه، شويه الليمون، انتهى الكلام على كده، يعني ما فيهوش حركه كتير. شويه بطاطس مهروسه في اللذيذ، يعني حاسس في سياسه الاكل اللي متقدم ان هو مش عايز يوجع لك معدتك، يعني عايز ان هو يقدم لك حاجه بسيطه خفيفه عشان ما تعبش في الصيام. يعني حتى انا ما شفتش حاجات مقليه تحت، يعني ما شفتش بدنجان، ما شفتش طعميه، ما شفتش بطاطس، لان بطبيعه السحور ان انت تتسحر خفيف، زبادي، جبن بتاع، حاجات خفيفه وبس على كده. نجرب الاومليت. لب خضار وجبنه دمه خفيف برضو ايه على الهادي، يعني تحس الحاجه هاديه. عندك الحلو اول حاجه فروت سلط، كانتالوب وتفاح وبرتقال، ميكس ظريف يعني. فروت سلط انتعش. كان عندهم تحت مشكل حلويات شرقيه كده بقى، بلح الشام، زلابيا، هريسه، مهلبيه، يعني شويه حاجات على الخفيف كده ايه عشان تحلي وتظبط الدنيا. مش متاكد اذا كانت دي مهلبيه ولا كاسترد اصلا، خلينا نجرب. تحس زلابيا بيتي خفيفه وظريفه يعني على هادي.
حلو جدا. فين هريسه اللي انتوا اشتروها وانتوا مروحين من اسكندريه على القاهره؟ ايه دي كده بقى جربنا السحور بتاعهم اللي هو في الايام العاديه المفروض ان هو يكون فطار وفي فرايتي اكتر من كده. صحينا وجينا نتفرج على الجيم. الجيم صراحه مفاجاه يعني. في كل حاجه تقريبا يعني، في تريب ميل هنا وفي اجهزه رجل ظريفه جدا امامي وخلفي. اي جهاز انت محتاجه اعتقد ان انت هتلاقيه بكل سهوله هنا. برده هنا جهاز رجل تاني، 3 تريد ميل يعني، حتى في ساند باك لو انت عايز تلعب بوكسنج برده موجوده. هنا في باي وجهاز كتف شغل عالي. برضه هنا منطقه الاوزان الحره يعني رهيبه صراحه، الدنيا فيها اختيارات كتير واي حاجه محتاجها في الجيم هتلاقيها موجوده. وده جهاز هنا برضه متعدد الاستخدامات لو انت عايز تلعب باي تراي اي حاجه انت عايزها كلها موجوده. فمن وجهه نظري صراحه الجيم جيم. انت لو قاعد هنا فتره وعايز تتدرب فاختيار كويس. من ضمن برضه حاجات الجميله في الفندق هو ان انت هنا عندك اكسس لحمام سباحه، يعني الموضوع مش انك بس موجود في فندق على البحر على طول او ليك اكسس على شط خاص، لا برضه في حمام سباحه تقدر تستخدمه في اي وقت. اغلب الوقت بيبقى هيتد في الشتاء. صراحه بحب الفنادق في اسكندريه اللي عندها حمام سباحه، بنديك اختيارات اكتر وعشان مثلا لو الاولاد عايزين يلعبوا في مكان امن شويه. تقييمي بالنسبه للفندق ان هو واحد من افضل الفنادق اللي انت ممكن تنزل فيها وانت موجود في اسكندريه. الفندق فيه مطاعم كتير جدا، غير ان هو ليه شط خاص، شط بس النزله بتوع الفندق، مفيش اي حد يقدر يخشه غير لو كنت انت نازل في الفندق. فدي حاجه صراحه ايجابيه جدا، والشط بتاعهم جميل جدا. ليك اكسس كمان على الجيم، بس انت لو انت جاي اسكندريه زياره فتقدر انت لو مواظب على الجيم ما تفوتش زيارتك للجيم. ظريف بيأدي الغرض للاجازه القصيره، هو اختيار كويس جدا. من الحاجات المميزه جدا في غرفه الفيو بتاعها، الفيو بتاع الغرفه رائع يعني، انت شايف اسكندريه كلها تقريبا قدامك، منظر البحر وكورنيش خيالي. بالنسبه لي العيب الوحيد في الفندق او الحاجه السلبيه الوحيده هو ان سعره غالي جدا. يعني احنا جايين ريفيو دوت احنا مصورينه في رمضان، احنا حجزنا هنا ب 2300 جنيه شامل سحور لفردين، ولما سالنا على اسعار الصيف قال لك ان السعر بيطلع الدبل. يعني 2300 دي بتحول ل 4600 4.5 حاجه زي كده، ممكن توصل لخمسه كمان، فيبقى على حسب الوقت اللي انت هتنزل فيه. فيمكن دي النقطه الوحيده هو ان السعر بتاعه مرتفع شويه، لكن غير كده كل حاجه صراحه رائعه. كده بصوا نهايه الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.